اليوم حار جدا، إنه يوم مناسب لتناول المثلجات. تفضل يا بلبل. فهمت يا ريشة ويا حسون، أنتما لا تحبان المثلجات بنكهة الفراولة، ولكن لم يبق في ماكنة المثلجات أي نكهات أخرى. يا صديقي، لا تعتذرا لأنكما لا تفضلان المثلجات بنكهة الفراولة، فهذا أمر طبيعي، لكل منا ذوق مختلف. يلا يلا يا أحمر. قرقور 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 يا قرقور، أنا كلش متحمس أروح المباراة كرة القدم اليوم. وأنا حماد يا جاد. أقول لك، أنت مستعد حتى تشجع الفريق الأحمر؟ طبعاً طبعاً، وجبت وياي الطبل مالتي. ولما نتدرب راح ندق على هاي النغمة. شوف اسمع. يلا يلا يا أحمر. يلا يلا يا أحمر. شو رأيك واني أصفر هيج؟ وبعدين أنت تدق على الطبل وتقول يلا يلا يا أحمر. جاهزين؟ شوف الرقصة اللي اخترعتها، عالمود تهتفوه وياي. يلا 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 يا أحمر، يلا يلا يا أحمر. هذا الشي كلش حلو بسمه، بس أني كنت أريد أدق على الطبل مالتي وأنتو كلكم تهتفون وراي هيج. يلا يلا يا أحمر، يلا يلا يا أحمر. وأنا راح أصفر وبعد هيج تقدرون كلكم وتقولون يلا يلا يا أحمر. زين، والرقصة مالتي؟ من جاية وياها؟ مرحباً أصدقائي. أهلاً دكتور سعيد. أهلاً. عجبتني رأياتكم، بدي أشوف كلكم جاهزين حتى تروحون لمباراة كرة القدم. يلا نروح. صح. ها؟ جات؟ شكو؟ دكتور سعيد، احنا كلنا نريد نشجع الفريق الاحمر، بس كل واحد بينا عنده طريقة مختلفة للتشجيع. يعني كنت اتمنى لو كلنا نهتف ونشجع بنفس الطريقة. انا اريد كلنا نرقص الرقصة. واني قرقور اريد اصفر باحسن صفار عندي. واني كنت اريد اعزف على الطبل وكلنا نهتف هيك. يلا 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 يا احمر، يلا يلا يعني هيك تمام. افتهمتك، هذا الشيء لطيف منك فعلا. كل واحد منكم حضر شيء مختلف، وهذا هو اللي راح يخلي فرقة التشجيع مالتكم مميزة جدا. ها؟ الشيء اللي يجمعنا هو حب كرة القدم، وحلو هواية إن كلكم تريدون تشجعون فريقكم المفضل بطرق مختلفة. ها؟ صدق راح يكون كل شيء حلو. أقدر أني أرقص؟ ها؟ وقرقور يقدر يصفر؟ وجات يدق على الطبل. صح. وبعدين نقدر كلنا نقول سوية يلا 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 يا أحمر، يلا يلا يا أحمر، يلا يلا يا أحمر. بالضبط، حتى لو كانت طرقنا مختلفة. صح، نقدر دائما نستمتع بالمباراة سوية. يلا يلا يا أحمر، يلا يا أحمر. تعرفوا شنو؟ راح نصير أفضل فريق يشجع على الإطلاق. دكتور سعيد، تريد ننطيك واحدة من أعلام الحمر؟ عندي هواية. لحظة، أنطيك واحدة. شكرا يا قرقور، أنا عندي واحد. أنا أشجع فريق الأزرق. يلا يلا يا يلا يلا يا أزرق. يلا 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 يا أحمر. مذهل يا ريشة، فكرة رائعة، فالعصير الطازج مناسب جدا.
ليشعرنا بالانتعاش في الأيام الحارة، وجميعنا نحب العصير الطازج. هذا صحيح، وأنا أيضاً أرغب بشرب عصير منعش. بالهناء والشفاء يا أصدقاء. هذا صديقي علاء، عمره 8 سنوات. هذا هو متجر الساعات الذي تملكه عائلته. حيث يحب علاء قضاء بعض الوقت ومراقبة جده في العمل. مهنة الساعات متوارثة في عائلته منذ عدة أجيال. بعض الساعات صغيرة جداً وبعضها قديم جداً، وبعض الساعات فيها أجزاء مفقودة. والد علاء أيضاً يساعد الناس في المحافظة على ساعاتهم. يحب علاء مشاهدة والده وهو يعمل بصبر ودقة. هو يقول أن هذه الساعات قد تكون عزيزة على أصحابها، ورثوها عن أمهاتهم أو آبائهم ويحتفظون بها في ذكراهم. يريد على أن يصبح ساعاتي دقيق جداً مثل والده وجده. علاء فخور جداً بمهنة عائلته، يجمعهم حبهم للساعات. هيا بنا نتعرف عدد اليوم. ترى ماذا سنعد اليوم؟ مظلة. دعونا نعد كم مظلة توجد على الجدار. هيا يا أصدقائي، فلنبحث ونعد معا. 1 2 أحسنتم يا أصدقائي، وجدنا مظلتين على الجدار. عدد اليوم هو 2. من شيء قديم لشيء جديد، حاجات بتعملها بالإيد. عندك حاجة مش محتاجها، استعملها هتستفيد. ما تخليهاش بنفسك، اعملها بنفسك. مرحبا، أهلا وسهلا بكم. اليوم سلمى راح تساعدني أني وأحمد إنه نزين الشنطة مالتنا ونحولها من هيج إلى هيجي. شكرا هواي يا أصدقائي على المقدمة الحلوة هاي. مستعدين نبدأ؟ مستعدين. ما تخليهاش بنفسك، عاملها بنفسك. أول شغلة حنحتاجها هي جنطة الظهر، قطعة من القماش اللي ما نستعمله. راح نحتاج قلم تلوين، صموغ، مقص. بس الأول قبل ما نبدي لازم نتفق شلون تحبون زينون الجنطة. ها، أني أريد جنطتي تكون إلها عيون كبيرة وأسنان كبيرة مثل جنطتي. تماما مثلها بالضبط.
تمام، اتفقنا. يلا نبدأ. الخطوة الأولى، هنحتاج نرسم العيون والأسنان على قطعة القماش. إذا مو متوفرة، نقدر نستخدم أي شغلة ثانية مثل قطعة كرتون مثلاً. نقدر نستخدم للعيون قبغات البطل. ها! سلمى سلمى! علي قرقور راح أرسم عيون كبيرة! اتفضل يا قرقور. شكراً سلمى! أهم شغلة، ما تنسون تستخدمون قلم حبر دائم. خلينا نستخدم الكاسة على مود العيون تطلع مضبوطة. شاطر يا قرقور! رسمت العين الأولى! هسا حنرسم العين الثانية. رسمت العين الثانية! وهسا حنرسم دوائر العيون. هاي أول دائرة! وهسا حنرسم الدائرة الثانية. هسا العيون صارت جاهزة. أنا راح أرسم أسنان. تفضل أحمد. أسنان كلش كبيرة. الخطوة الثانية، لازم نقص العيون والأسنان. أنا دائما أطلب المساعدة من أستخدم المقص. شاطر أحمد. شفت قرقور أحمد شقد شاطر؟ هسا حنقص العيون. الخطوة الثالثة، هنحتاج نلزق العيون والأسنان. وعلي قرقور راح أسوي شيء كلش مهم. راح أعطيكم العيون والأسنان. شكراً يا قرقور. إحنا زينا الجنطة بالعيون والأسنان، بس أنتوا تقدرون تزينوها بأي شكل اللي أنتوا تريدون، مثل هاي. كلش حلوة. هسا حنبدأ تلزيق. يلا. أحمد متحمس؟ إيه كلش. وأنا همين. شوية نلزق العين الأولى. شكراً هواية لأنكم ساعدتوني أزين شنطتي. أحمد يا سلمى كلش حبيتها، وهمين هسا أقدر أميز شنطتي من بين كل الجنطات. خلي شوف هلا الكل. وانتو همين تقدرون تزينون جنطتكم من شغلات متوفرة عندكم بالبيت.